حياكم الله يا اخواني، جيت الحين هنا عند خبير الشاي، اعطاني معلومه وايد فادتني. طلع الشاي اللي بيعونه طبعا انواع، في رقم واحد وفي رقم اثنين، هذا البيست كواليتي، هذا البيست كواليتي، هذا البيلو بيست كواليتي، هذا البور كواليتي. طبعا بخبركم الحين شو بيست كواليتي. البيلو بيست كواليتي شاي يجي تلقيمه، تلقيمه ورق يعني كبار. هذا بور كواليتي يجي في الليبتون، اي في اكياس الليبتون. هذا الرقم الموضوع انه ورق الشاي الكبار اللي يحطونه يوم تروح مطاعم كبيره ولا شيء، تشوف ورق كبار يحطونه، هذا الشاي الصح الاصلي. اما موضوع الاكياس بخبرك، لكن الورق هذا اللي احنا بالشاي بالورق هذا بس لو تبطله تحصل 7 جرام داخله وبوتاسيوم، ويحطون فيه صبغ بعد. فانت تخيل لو تبطل كيس تحصل 7 جرام، هذا شو تسوي لك داخل الكوب؟ ما تسوي لك شيء. فلهذا السبب يحطون بوتاسيوم ويحطون صبغ وياه بعد. حتى اعطاني معلومه، قال لي جيب الكوب حط فيه شاي ورق الشاي، وبعدين يبك خلي 10 دقائق يبك هينكس، وسوي كذي تشوف الكنيكس تمتص الصبغ كله. هذه هي ماكينه الشاي. طبعا هم يحطون الورق من فوق، هذه الاوراق، وعقب هذه تطحنها تخليها مثل شاي صغار، هذا اللي يصنع هنا قطع صغيره. بعد ما يجي من هذه الماكينه ينحط هنا، يتصفى بهذه الطريقه، شوفوا كيف صغار قطع صغيره. بعدين يبونه في هذه الماكينه، هذه طبعا نفس الفرن، يحطونه بدرجه حراره 110 فرنهايت، زين عشان نطلعه شاي اسود. في داخل سريلانكا 2 شجر، واحد كلام كاميليا ازاميكا وكاميليا سيناسيس. شوف الديفرنت، هذا الفرق بينهم. اوكي، كاميليا ازاميكا حصل هذا الشاي اسود ولا شاي اسود، وهذا ثلاثه ثقيل وخفيف ثلاثه، يعني في درجات. خبرني شو هذه الدرجات؟ الدرجه هذا الثلاثه الثقيل وهذا ثلاثه خفيف. وين واحد هنا داخل اكياس نوعيه اخر شيء اقل شيء، ها هو يعتبر من نوعية الشاي، لكن الدرجة آخر درجة عندهم من الشاي ضعيفة، هو اللي يحطونه في الليبتون يبيعونه. شوفوا كيف الفرق بين هذا وهذا. مفتي يعني حتى انصحني إذا أنا بشتري شاي أشتري داخل كياس ولا ورق؟ اشتري البودرة ولا ورق؟ يعني إذا كنت تدور شاي صح، تبي تشرب شاي صح، خذ لك يا نفس الورق أو البودرة المنعمة، لكن لا تأخذ اللي في الأكياس. في بعض الناس تسأل بالنسبة للشاي الأخضر، نفس الشيء، إن كان شاي أحمر ولا شاي أبيض ولا ذهبي ولا أخضر، كله نفس الشيء، أهم شيء يكون ورق ما يكون أكياس. هذه كلها أنواع الشاي، لكن أنا هذا بالنسبة لي هذا أفضل شيء. ليش؟ حق الكرك، لأنه سترونج ثقيل غير عن كله.